يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميديليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أول عدد من كان 24، البرنامج الذي سيرافقكم طيلة منافسات النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا 2023 يوميا على قناة الجزائر الدولية. وفي سهرة اليوم سيرافقني في كان 24 الدولي السابق حكيم الدانس الخير. سعيدة بتواجدك معنا اليوم على قناة الجزائر الدولية. شكرا، أنا أيضا سعيد بتواجدي معكم، إن شاء الله نجوزوا شهر يعني في القمة. أكيد راح يكون في القمة، وأتشرف أيضا بوجود إلى جانب حكيم مدان الحارس السابق للمنتخب الجزائري والعديد من الأندية الجزائرية. عز الدين دوخة، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا خديجة، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نكونوا في مدة هذا الشهر نكون يعني عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. إن شاء الله سنكون عند حسن ظن الجمهور الجزائري ومحبي كرة القدم عبر الجزائر. إذا ساعات قليلة أو بعد ساعات قليلة ستعطى رسميا شارة انطلاق النسخة الحالية من كأس أفريقيا وسط ترقب كبير. في عدد اليوم سنحاول يعني التطرق لعديد المواضيع، أبرزها هل ستنجح كوت ديفوار في كسب رهان تنظيم الحدث القاري؟ من سيخلف منتخب السنغال على عرش أفريقيا؟ من هم أبرز المرشحون لتتويج باللقب بالإضافة إلى حظوظ المنتخبات العربية وحظوظ أيضا المنتخب الجزائري؟ لكن قبل كل هذا التفاصيل نتابع التقرير التالي ولن نعود. ساعات قليلة تفصل العالم على اكتشاف نسخة متجددة من عرس القارة الأفريقية البارز كأس أمم إفريقيا. كوت ديفوار ستكون على موعد مع قرع طبول إيقاع نسخة 34 من الحدث الكروي القاري الأهم الكان. الدورة التي ستشهد تنافسا كبيرا بين المنتخبات 24 المشاركة في نسخة تعد بالكثير لما سخره البلد المنظم من إمكانات لضمان نجاح العرس القاري. بصدر رحب استقبلت المنتخبات المشاركة في المنافسة، وبرقصة إفريقية خالصة أطلق العنان لأجواء تميز المنافسة في القارة الإفريقية عن غيرها في بقية القارات. تنافس شرس وكبير على الورق بين المنتخبات القادمة إلى أبيجون، ياموسوكرو، بواكي وغيرها من المدن التي ستكون على مدى شهر كامل عين العالم على واجهة القارة الإفريقية كروياً، وبأجواء احتفالية تعيشها شوارع وأزقة بلد الفيلة. للمرة الثانية في التاريخ تحتضن كوت ديفوار الحدث الكروي الأكبر في القارة بعد نسخة عام 84-900 و1000. إلى ملعب الحسن وتارة تشد الأنظار لاكتشاف أولى خطوات التميز خلال حفل الافتتاح الذي سيكون مرآة عاكسة لعمق ثقافة البلد وارتباطه الوثيق بأصالة الماما أفريكا. كروياً، الكان المرتقب سيكون بمثابة فرصة متجددة أمام اللاعبين الأفارقة للبرهنة على المستوى الرفيع الذي تزخر به القارة السمراء بوجود منتخبات كبيرة يتقدمها البلد المضيف الباحث عن معانقة اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخه. منتخب السنغال بدوره يبرز في طليعة المرشحين بقوة للظفر بالتاج الإفريقي والحفاظ على لقبه تأكيدا لما شهده أسود تيرانغا من تألق قاري في كل الفئات. منتخب مصر قادم إلى كوت ديفوار حاملا أمل التصالح مع التاريخ بالتتويج الذي سيكون الأول منذ عام 2010 والثامن في تاريخ الفراعنة المتربعين على عرش المتوجين. المنتخب الجزائري يشكل بدوره حلقة مهمة في نسخة كان كوت ديفوار بالنظر إلى مسعى أشبال المدرب الماضي لتصحيح المسار وتدارك نكبتي الكاميرون. تكرار سيناريو القاهرة عام 2019 سيكون فرصة أمام الخضر لاستعادة مكانتهم المعهودة ضمن كبار القارة.
دورة فريدة ستكون مليئة بالفرجة والحماس، كما أنها ستتميز بالندية والصراع بين منتخبات القارة التي تجدد الموعد لإبهار العالم. أبدأ معك حكيم الدال، موعد إذن سيكون غدا مع انطلاق النسخة 34 من الكان وعودة المنافسة إلى كوت ديفوار بعد 40 سنة من الغياب. نسخة كوت ديفوار ينتظر منها الكثير، هل تتوقع أن تكون كوت ديفوار عند حسن التوقعات أو مستوى التطلعات؟ لا نظن، يعني أخت خديجة كما صرحت، يعني منذ 1984 آخر يعني الكأس الإفريقي اللي تنظمت في كوت ديفوار، نظن باللي الدولة الإيفوارية وضعت كل الإمكانيات لإنجاح هذا العرس، لأن عرس إفريقي، وكما تعرفي يعني الكرة في إفريقيا يعني ممكن يعني الشيء اللي نقدروا نعطوا أحسن صورة للبلد هي عبر كرة القدم، ونظن الكوت ديفوار ستكون يعني إن شاء الله في حسن ظن الجمهور الرياضي في افريقيا. عز الدين، هل في نظرك راح نشاهدوا نسخه افضل من نسخه الكاميرون من حيث سواء التنظيم او من حيث يعني المستوى الدوره؟ اولا اكيد انا الشيء اللي لفت انتباهي هو اللجنه المنظمه للكاس من افريقيا بالكوت ديفوار، وبتقديم يعني تقديم تجربه فريده من نوعها من حيث الامكانيات اللي وفرتها الدولة. حتى في خطاب رئيس الجمهورية كوت ديفوار كان ألح على تنظيم كأس مغايرة من كل الجوانب، وحتى في خطابه حث الشعب الإيفواري حتى يكون في مستوى تطلعات العالم وإفريقيا أيضا، ومن جانب آخر حثهم على يكونوا سفراء لبلدهم في كوت ديفوار. شيء جميل أنه يكون هذا التحسيس والتوعية من هذا الجانب، أنه أيضا حتى الإبراز ثقافة البلد أيضا دخلت في كرة القدم. شفنا يعني كثير من البلدان كرة القدم اللي عرفتهم بالتقاليد وبعاداتهم وبثقافتهم أيضا، شيء مميز أنه تكون دورة مماثلة في كوت ديفوار، كثاني مرة تستقبل كوت ديفوار هذه الدورة. نذكر فقط أنه النسخة ستكون نسخة كوت ديفوار هي النسخة الثالثة التي ستلعب ب 24 منتخب بعد 2019 لتوج بها المنتخب الجزائري رفقة عز الدين دوخة ورفقة حكيم الدال. يعني أيضا كنا في نفس المجموعة في 2019 أكيد، أنا كحارس وكمناجر المنتخب، والصدفة اليوم جمعتكم في بلاد واحد. خديجة، يعني الدولة الإيفوارية وضعت مليار و 500 دولار يعني للانفستيسمون اللي داروه باش يحسنوا الملاعب ويحسنوا المنشآت يعني كلهم، يعني ملاعب لا بأس بها، يعني لا بأس بها، لا بأس بها، ولكن يعني وضعه كما قال عز الدين، يعني الدولة الإيفوارية وضعت كل الإمكانيات باش تحتضن، لأنهم على بالهم باللي عرس إفريقي ولازم يكونوا في الواجهة. أكيد، كنت سأتحدث عن المنتخبات الأربع وعشرين، يعني النسخة الثالثة ستكون النسخة الثالثة التي ستعرف مشاركة 24 منتخب. يعني هل رفع عدد المنتخبات في كأس أمم إفريقيا إلى 24 يعني رفع من مستوى البطولة وخلاها تكون أصعب؟ يعني نجي لعند حكيم بعد عز الدين. لا، أنا شخصيا أنا لعبت لما كانت المنافسة بتم ثم فرق، يعني فوجين بأربعة وأربعة. الآن ب 24 هناك عدة مقابلات، عدة مباريات، ولكن المستوى نظن باللي المستوى راه يتحسن، ولكن من قبل يعني ثمن المنتخبات باش تتأهل للدورة النهائية يعتبر إنجاز، ولكن الآن يعني ب 24 منتخبات نظن تأهل يعني الفرق الكبيره ما ولاش فيها نقاش. عز الدين، شاركت في 2012 2015 كانوا 16 منتخب، 2019 يعني تم رفع عدد المنتخبات الى 24، وشنو هو الفرق اللي التمسته يعني بين نسختين تاع 16 منتخب و 24 منتخب؟ والله انا نفضل انه يكون ب 24 منتخب، حتى ممكن كل المنتخبات تكون عندها حظوظ التأهل يعني للمربع الذهبي. نشوف انه 24 فريق في فرق كثيره صنعت المفاجاه في كاس افريقيا، خاصه في 2019 في منتخبات اللي كنا نتوقع انه في الكاميرون كل المنتخبات كنا نتوقعوا
انهم راح يقصوا من الدور الاول مثل غينيا الاستوائيه في عده فرق اللي كان عندهم حظ انهم يروحوا للثمن وربع نهائي. انا نفضل الدوره ب 24 منتخب. نبقى مع استعدادات مدينه او كوت ديفوار ومدينه ابيجان لحفل الافتتاح والانطلاق الرسمي للبطوله، ونتجه الى صوب ابيجان الايفواريه اين يتواجد موفد قناه الجزائر الدوليه كريم بالعربي. كريم مساء الخير. مساء الخير خديجة لك ولضيفيك في البلاط وحكيم مدان وعز الدين الدوخة ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. مساء الخير لكريم. كذا كيف هي الأجواء في أبيجان ساعات قليلة قبل انطلاق النسخة 34؟ فعلا خديجة الأجواء رائعة، أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق العرس الإفريقي المنتظر في نسخته 34 بكوت ديفوار. إذن المباراة الافتتاحية التي ستجمع منتخب كوت ديفوار بغينيا بيساو، ويسبق هذه المباراة حفل افتتاح سيدوم حوالي 20 دقيقة، سينشطه بعض الفنانون الإفريقيين على غرار مجموعة ماجيك سيستام والمصري محمد رمضان، بالإضافة إلى عروض فولكلورية تبرز الهوية الإفريقية خاصة الهوية الإيفوارية. إذن الكل بانتظار حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية، والكل ينتظر هذه النسخة 34 التي سخرت لها الدولة الإيفوارية العديد من الإمكانيات من أجل إنجاحها. كنت قد تحدثت عن سؤالك لحكيم وعز الدين حول ما إذا كانت هذه النسخة ستكون أحسن من نسخة الكاميرون. أعتقد لأني كنت حاضرا في الكاميرون سنة 2022 في النسخة السابقة، أعتقد أن هذه النسخة ستكون أحسن من النسخة السابقة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة. نعم، وأكيد العالم الجزائري خلف زميل كريم بالعربي. إن شاء الله فالخير لك كريم، شكرا، تحية لك والمصور عبد الباسط، شكرا جزيلا لكما. إذن كما قال يعني نبقاو مع النسخة 34 وحفل افتتاح. يعني هناك يعني معلومة أنه النسخة 34 ستبث في أكثر من 180 دولة، يعني عز الدين فرصة للعالم أنه يتابع واحدة من أقوى البطولات في العالم. والله شوف افتح قوس، إذا تكلمنا بلغة الأرقام دونت عندي عدة معلومات خاصة بكأس إفريقيا هذه في الكاميرون. هنالك خمس دول ستكون مستضيفة لكأس إفريقيا، 24 ملعب تدريب، هنالك أيضا تقريبا 1300 لاعب اللي راح يشاركوا في الدورة هذه، 52 مباراة راح تكون حتى للنهائي، راح يكون 101 حكم وحكم تماس، راح يكون ايضا 10000 متطوع و350 مدير مشروع لكاس افريقيا، 23 قناه تلفزيونيه. فيما يخص ايضا النقل التلفزيوني حتكون 60 قناه نقل مباشر في 90 دوله، نحو اكثر من 1.5 مليون متفرج في الملاعب، و600 مليون مشاهد متوقع في كاس افريقيا الحاليه. يعني ارقام كبيره حكيم مدان. اليوم بطوله كاس امم افريقيا يعني اصبحت بطوله تجلب الانظار والعالم، يعني كل خاصه انه هناك عديد من اللاعبين في اوروبا يعني ينشطوا في كبرى الانديه الاوروبيه. بالطبع يعني الارقام اللي راح تكلم عليها عز الدين يعني ما تفاجئناش، لان لما نشوفوا النسخه نتذكر بنسخه 2019 وين شفنا المستوى كان مستوى في التنظيم كان رائع، ونظن باللي المباراه اللي شفناها كانت مباراه شيقه، ونظن يعني الا في الكاميرون وين كانت يعني 2000 يعني النسخة الماضية وإن كان فيه بعض المشاكل، ولكن نقدر نقوله في السنوات الأخيرة يعني التنظيم يتحسن من نسخة لنسخة. إذا نعم عندك إضافة. نبقى في مجال التنظيم، أيضا تخيل أنه لأول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعني وضع في صدد التحكم بنظام بيع التذاكر راح يجمع بين الرقمي والمادي، وهذا لتجنب بيع
التذاكر في السوق السوداء فيما يشبه ذلك، فكأول مرة راح تكون يحق لشخص واحد في مباراة بست تذاكر و30 تذكرة طول الدورة. لذلك نظن أن هذا التنظيم كله مدرس أو درسوه قبل السلطات الإيفوارية حتى يوضع حد لبعض الشبهات. أكيد، إذا هذا دليل أنه السلطات الإيفوارية يعني وضعت كل التفاصيل وجندت يعني كل الإمكانيات من أجل إنجاح هذا الحدث. الحدث فقط أخت خديجة، نعم، يعني عدة بلدان يعني خاصة في إفريقيا نتكلموا، ولكن يعني الحقيقة لازم نشوفوها نشوفوها في الميدان. هذا يعني بعد بداية يعني دور المجموعات وبعد نهاية دور المجموعات ربما راح نتحدثوا أكثر. فقط نفتح قوس الحديث عن حفل الافتتاح الذي سيكون على ملعب الحسن وطارة. يعني ليس هناك تفاصيل كثيرة، لكن أكيد أنه سيكون عبارة عن استعراضات أو استعراض للثقافة والتراث الإفريقي الجميل. إذا نمر مباشرة إلى، بعيدا عن التنظيم، إلى أبرز أو قراءة في المجموعات الست التي ستدخل هذه أو ستكون في هذه النسخة 34. نتابع معا هذا الجدول يعني مع، نعم، إذا نبدأ قراءة ربما في، نبدأ معك حكيم مدان، يعني قراءة في المجموعات بغض النظر عن مجموعة المنتخب الجزائري. دوك سنشاهد معا الجدول يعني بعد قليل. احنا ايضا يعني نشوفوا غدا ان شاء الله المقابله الافتتاحيه اللي راح تكون بين فريق كوت ديفوار وغينيا بيساو. نظن باللي المقابله الافتتاحيه دائما تكون صعيبه، وخاصه للبلد يعني اللي ينظم الدوره، لان سي با يعني ماهوش سهل تلعب تحت الضغط الجماهيري. ولهذا نظن باللي هذه المقابله الاولى هي اللي راح تعطي الطعم يعني البدايه تاع الدوره ان شاء الله. عز الدين، منتخب كوت ديفوار يفتتح مشواره في البطوله ضد منتخب غينيا بيساو. ربما بالارقام كوت ديفوار يشارك للمره 25 في كاس الامم، وغينيا بيساو للمره الرابعه في تاريخه. يعني كيف سيتعامل المنتخب الايفواري في نظرك مع هذه المواجهه؟ والله ما نظنش راح تكون مفاجاه، لان المنتخب الايفواري معروف حتى انه عنده عامل الارض والجمهور، لعبهم الجمهور اكيد ما راحش يفرط بالمباراه. احنا دائما نقولوا في دور المجموعات المباراه الاولى مهمه جدا لاي منتخب للدخول بقوه في المجموعه. اكيد المنتخب الايفواري ما راحش يفتح المجال لغينيا بيساو، ومش حتكون مفاجات. نظن انه منتخب الايفواري يفوز بالمباراه اكيد. حكيم، منتخب غينيا بيساو ليس مرشح لكن ما يلعبش، يلعب يعني دون ضغوطات، هل بامكان هذا المنتخب انه يخلق صعوبات أمام البلد المنظم ليلعب أمام جماهيره؟ إحنا نتكلموا يعني نتكلموا خاصة الفرق الإفريقية، نقولوا بلي لاغيني بيساو ما همش مرشحين، ولكن أنا شفت تصريح رئيس الجمهورية قالهم بودي كي ترجعوا لي بالكاس. يعني ميم الفرق الإفريقية يعني يروحوا افيك يعني بالحماس بطموح باش يحققوا نتائج ايجابيه. لهذا نظن باللي كما قال عز الدين المقابله الاولى في الدورات هذه هي مفتاح الدوره. لما تبدا المنافسه مليح نظن باللي راح تعطي نفس وتعطي يعني رياحيه للجمهور وللاعبين. عز الدين، هناك ربما احصائيه، يعني البلد المنظم آخر بلد منظم يعني توج باللقب هو مصر عام 2006. اليوم هل هي فرصة لمنتخب كوت ديفوار أنه تطرد لعنة البلد المنظم في هذه النسخة؟ هي بدون عندي لكن سبقتيني معلش. 2006 صح، مصر كانت يعني الدولة الوحيدة اللي نظمت الكاس وفازت بها. لكن لو نتكلموا على الجزائر، حتى الجزائر فاز بكاس إفريقيا احنا نظمناها. احنا نظمناها يعني ماهيش مصر فقط. لكن انا قلت لك انه الحظوظ في هذا الكاس بين اربع دول راح نتكلموا عليها بعدين في الفقره الثانيه. اكيد نروح نشوفوا او اذا كان جاهز جدول المجموعات ام لا. ليس بعد، يلا نواصل مع ابرز المنتخبات المرشحه لنيل اللقب. يعني المنتخب السنغالي بطل النسخة، يملك تشكيلة يعني ثرية واستقرار أيضا على المستوى الفني،
عندما تحدث عن أليو سيسي المدرب، هو مدرب منذ 2015 يعني منتخب سنغالي من دون شك وأبرز مرشحين. هو فاز يعني بالطبع فاز في النسخة الماضية ولعب النهائي في 2019 يعني اللي فزنا عليه. نظن باللي الفريق السنغالي وهناك أيضا كوت ديفوار يعني مرشح أيضا لأن البلد المنظم، هناك الكاميرون، يعني هناك يعني بلدان وفرق اللي عندهم تقاليد يعني نيجيريا، يعني الفرق العربية لما تكلمتي على مصر المغرب تونس يعني الفريق العربية أيضا عندها حدود يعني، وبالطبع احنا بلدنا الجزائر أيضا احنا نطمحوا يعني عندنا طموحات مع المنتخب الجزائري ان شاء الله باش نحقوا يعني الفوز في هذه النسخة رغم يعني تكون صعيبة لنا، ولكن ان شاء الله نتمناها. إذا نعود إلى قراءة ربما في المجموعات، يعني نروح مجموعة بمجموعة، يعني عز الدين دوخت تعليق أو قراءة في المجموعة الأولى التي تضم يعني كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. والله هي مجموعة متكافئة، لكن نظن المنتخب كوت ديفوار ونيجيريا راح يكونوا في الدورة الثانية أكيد، في ظل ممكن مستوى غينيا الاستوائية ولا غينيا بيساو ما نظنش انه راح يقاوموا امام هذا المنتخب، ولو انه في افريقيا نعرف انه ما فيش منتخب صغير من منتخب كبير. ممكن تكون مفاجاه، لكن انا نرشح كوت ديفوار ونيجيريا يكون في الدور الثاني. حكيم الدال المجموعه الثانيه غانا، جزر الراس الاخضر، وايضا نتابع فقط مصر وموزمبيق. لا نظن يعني غانا ومصر هما مرشحين لقاء يعني متجدد بين غانا ومصر. دائما نظن بلي غانا ومصر هما مرشحين باش يجوزوا ان شاء الله للدور الثاني. المجموعه الثالثه الكاميرون، غينيا، السنغال، وغامبيا. عزتين السنغال والكاميرون هذو شوف ثلاث مجموعات الاولى هي قمه يعني مرتقبه بين السنغال قمه مرتقبه، وفيها في مقابلات مثل هذه انه لما تواجه فريقين يعني في نفس المستوى تكون مباراه بست نقاط، فارشح الكاميرون والسنغال لبلوغ الدور الثاني. مجموعه الجزائر المجموعه الرابعه، الجزائر، بوركينا فاسو، انغولا، وموريتانيا. الجزائر وان شاء الله الجزائر وبوركينا فاسو نظن بلي المنتخبين اللي عندهم حظوظ كبيره باش يتاهلوا للدور القادم. عز الدين مجموعه الجزائر هل تشوف انه مجموعه في المتناول، مجموعه متكافئه، مجموعه؟ لا متكافئه، فقط ممكن منتخب بوركينا فاسو اللي يسبب لنا عائق، لكن المنتخبات الاخرى ما نظنش، خاصه الثقه اللي موجوده عند المنتخب حاليا. اكيد راح نمر مرور الكرام في هذه المجموعه باذن الله. اكيد مرور الكرام. المجموعه الخامسه تونس ومالي، ولقاء ايضا متجدد بين تونس ومالي وجنوب افريقيا وناميبيا. يعني هذه مجموعه الموت يعني هذه مجموعه الموت يعني لما تشوف جنوب افريقيا وتونس والمالي نظن باللي هاد الثلاث الفرق يعني مرشحين باش، ولكن مجموعه تكون صعبه، يعني مجموعه صعيبه هنا صعبه جدا. المجموعة الأخيرة مجموعة المغرب الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. مجموعة سهلة يعني مجموعة سهلة للمنتخب المغربي أكيد راح يتفوق، تبقى تأشيرة التأهل ما بين ثلاث منتخبات الأخرى، فالمنتخب المغرب أنا أرشح المغرب وزامبيا. نعود إلى مباراة الافتتاح بين غينيا بيساو وكوت ديفوار، ونقف عند هذا التصريح لمدرب منتخب كوت ديفوار وفرانكي سي، ثم نعود. نحترم منتخب غينيا بيساو، درسنا طريقة لعبهم، لديهم لاعبين خطيرين، لهذا يجب علينا الحذر في مباراتنا أمامهم للتحكم في المباراة وإنهاء الهجمات على أكمل وجه. تحدثت مع اللاعبين الذين ينشطون معي في الأهلي السعودي عن كأس أمم أفريقيا، على غرار مندي ورياض محرز. الآن كل واحد منا يدافع عن ألوان منتخب بلاده، سنرى في النهاية من سيتوج باللقب. إذن مباراة إذن بين كوت ديفوار ستخطف الأنظار في أو بعد قبل أو بعد حفل الافتتاح عفواً، كوت ديفوار، غينيا بيساو، الخبره ضد الطموح، تتوقعون مفاجات في هذه المباراه؟ لا كما قلت يعني المقابله الاولى دائما صعبه، يعني مقابله افتتاحيه
ولكن نظن باللي كوت ديفوار عندهم امكانيات باش يحققوا نتيجه ايجابيه ويفوزوا بالمقابله الافتتاحيه. عديد النجوم عز الدين دوخه في المنتخب الايفواري، محترفين في اكبر الانديه الاوروبيه، الحديث على سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند، فرانكيسي يلعب حاليا في اهلي جده، يعني حتى المدرب من المدرسه الفرنسيه جون لوي غاسكي تجربه الاولى في الملاعب الافريقيه، هل تتوقع مع هذا الجيل انه يحقق شيء او مفاجاه، او خاصه انه يلعبها على ارضهم يعني المنتخب الايفواري؟ اكيد هذه قوه المنتخب الايفواري في لعبه نشطون في عده الانديه الكبرى، اظن عنده مدرب محنك يعرف كيف يتعامل مع المباريات هذه، يعرف افريقيا ايضا، مدرب فرنسي. انا نظن انه قوه الفريق في هذا اللاعبين اللي رايحين يعطوا قوه اضافيه للمنتخب الايفواري، مش حتكون مفاجاه. المنتخب الايفواري امام جمهوره وفي ارضيه ميدانه اكيد راح يصنع الفارق في المباراه الاولى في كم مباراة اللي راح يلعبها. يعني من ابرز المرشحين لبلوغ المربع الذهبي. المربع الذهبي، كنا نتحدث ايضا عن المنتخبات المرشحه وابرز المنتخبات، نتحدث ايضا بعد منتخب السنغال عن المنتخب المصري. المنتخب المصري يعني اخر محاولتين فشلتين ان صح التعبير في 2017 بالجابون، واخر نسخه ايضا في الكاميرون خسر نهائيين. يعني اليوم هل يملك المنتخب المصري حكيم الدان التشكيله الامثل او القدرات انه يتوج بلقب هذه النسخه؟ كلمت الاخت على 2017 2021، ولكن في 2019 ما كانش عنده الحظ، ما كانش يعني ما لحقش للنهائي، لان خرج يعني اقصيه في الربع النهائي. نظن باللي الفريق المصري عنده تقاليد، يعني فريق يعني من احسن يعني في افريقيا، نظن باللي عنده امكانيات باش يحقق يعني دوره كبيره. عز الدين دوخه، المنتخب المصري، يعني تابعت المنتخب، مشوار المنتخب المصري في السنوات الاخيره؟ يعني والله تابعت، لكن انا في قائمتي مش موضعتش المنتخب المصري كمرشح. منتخبين عربيين هم الجزائر والمغرب، المنتخبين الافريقيين الكوت ديفوار والسنغال. المنتخب المصري صحيح عنده تقاليد وكذا، لكن في السنوات الاخيره ماهوش بهذاك المنتخب اللي صار يلعب افريقيا. يعني حتى بنجومه صاروا، انه حتى محمد صلاح لما يلعب في المنتخب المصري ماهوش محمد صلاح اللي كان يعطي اضافه كبيره. لاعب واحد فقط ممكن اللي يقوم بعمل فردي هو محمد صلاح، لكن ما يقدرش يلعب وحده محمد صلاح، لازم يكون عنده لاعبين اللي يساعدوه في القاطره الهجوميه ايضا حتى يقدم اضافه ويسجل اهداف. انا رشحت الجزائر والمغرب ولكن عز الدين ثاني يعني اسمح لي، كاين شيء مهم، يعني هاد النجوم لما ناخذوا رياض محرز ولا ناخذوا صلاح ولا ساديو ماني، يعني تعرف لما يلعبوا في كاس افريقيا ولا شفت يعني الحراسه المشدده عليها، والناس صح كامل ينتظروا من هاد اللاعبين، ينتظروا لي زيكسبلوا، يعني لهذا يعني تكون عندهم مهمه صعيبه. ولكن ساطرح عليك هذا السؤال، يعني لماذا شوفوا الانديه اللاعبين بعض اللاعبين الافارقه يعني في الانديه الاوروبيه يعني متالقين يعني ونجوم، لكن يلقوا نقولوا بين قوسين صعوبات في افريقيا؟ لان لما نشوفوا يعني المستوى لما نشوفوا صلاح في انجلترا، يعني هناك عده نجوم، يعني هو مع النجوم، ولكن لما يجي يلعب في كاس افريقيا يعني كل انظار متجهه اليه، والخصم ايضا، يعني شفنا رياض محرز يعني الحراسه المشدده عليه هو ولا ساديو ماني ولا صلاح، يعني من الصعب ليهم ايضا باش يكونوا يعني متحررين مثل الانديه. انا نضيف على كلامه حقيقه، الكلام اللي يقول فيه ايضا نضيف على ذلك، انه في دوره كاس العالم اسهل من كاس افريقيا من حيث اداء اللاعبين، انه في كاس العالم المنتخبات مفتوح، اللعب مفتوح، وما كانش هذاك البريسينغ او، يعني قليل من تشوف الضغط على حامل الكره في ملعب الخصم، فقط لما تكون الكره تفوت من يعني في ملعب الخصم يكون ضغط. لذلك نشوفوا في افريقيا انه الظهير الايمن يمسك الكره عنده ثلاث لاعبين، يعني تقريبا نقدروا نقولوا انه لعب همجي
تكتيكي منظم محكم من جانب الفرق، لكن في بطولات العالمية ولا في أوروبا اللاعب يلعب مرتاح لما تكون عنده الكرة وبدون كرة ويكون اللعب مفتوح. يعني دائما أيضا ما نتحدث على نقطة مهمة هي الظروف، نقولوا أنه كاين ظروف أخرى، قلت لي أنه كأس العالم أو ربما كأس أمم أوروبا أو يعني أسهل من كأس إفريقيا، ربما العديد يقول لك لأنه الظروف في إفريقيا مغايرة، اليوم أنا حبيت نفهم هذه الظروف يعني المغايرة كلاعب سابق وكمانجير أيضا المنتخب الوطني اللي سافرت في عديد من المرات مع المنتخب. الظروف شوفي أنا نقول لك أنه أغلبية اللاعبين لما يلعبوا في أوروبا حاليا في شهر يعني نوفمبر وديسمبر وجانفي تكون نسبة البرودة، برودة الطقس 5 درجات تحت، كان بعض الأحيان في إنجلترا حتى 3 درجات تحت الصفر. لما جيت تلعب في كوديفوار وتلعب في كاميرون تكون درجة الحرارة عالية وتكون الرطوبة أيضا أكثر من 90% من الرطوبة، تكون درجة الحرارة توصل تقريبا 35 حتى 40 درجة في بعض الأحيان في إفريقيا. أكيد لما تنقل لاعب من أوروبا معتاد على اللعب تحت 5 درجات ويروح يلعب 33 ولا 35 درجة أكيد راح تكون يحدث خلل واللاعب ما يلقاش راحته من جانب البدني. وخاصة أيضا يعني الإمكانيات، يعني شفت المشكل اللي موجود حاليا في كوت ديفوار، يعني الفنادق والأشياء يعني ناقصة خاصة للمنتخبات، وإن كانوا مجبرين باش يديروا معسكر يعني ان كامب للمنتخبات، ونظن باللي هاد الاشياء كل هاد الاشياء الصغيره هما اللي يصنعوا الفارق في المنافسه مثل هذه. لو نعود الى حظوظ المنتخبات العربيه، يعني منتخب تونس اللي لا يزال في رحله البحث عن النجمه الثانيه، ما الذي ينقص اليوم المنتخب التونسي عز الدين دوخه ليتوج بلقب او ليلعب ادوار اولى ولو انه شهدنا مستوى لا باس به في كاس العالم؟ والله شوفي منتخب تونس يعني صوره يعني طبق الاصل للبطوله التونسيه، لما كانت تونس عن البطوله كانت قويه، كان المنتخب قوي لانه تقريبا 90% من لاعبيه ينشطون بالبطوله التونسيه، يعني ما عندهمش لاعبين كثار محترفين. حاليا لما كان يلعب بلاعبين محترفين كان قوي، حاليا البطوله التونسيه صارت يعني ماهيش البطوله اللي كانت من قبل. في ظل هذا صار المنتخب يعني ضعيف، وحتى في مبارياته كلها لما يلعبها الوديه ولا الرسميه يعني تعادل ولا فوز بشق الانفس 1-0، يعني مش المنتخب اللي يلعب في افريقيا حاليا. عم حكي من دان ربما جيلين مره يعني بالمنتخب التونسي، يعني جيلين يعني لا باس بهم، خاصه الجيل الاخير يعني، لكنه ما فشل يعني في قياده تونس نحو المجموعه او النجمه الثانيه. لا شيء مؤسف يعني. مؤسف حقيقه مؤسف، ولكن الفريق التونسي دائما متواجد، يعني شفت كؤوس يعني كأس العالم دائما يمشي، يعني مالغري كما قال عز الدين لما تشوف المقابله تاعهم كاع يفوزوا هدف مقابل صفر، يعني النتيجه اللي تأهلوا بها لكأس العالم ضد مالي فازوا في مالي 1-0 وتعادلوا في تونس 0-0، يعني تشوف اللي بي حتى الجمهور الجزائري قال لك اعطيني حظ تونس من دي كاس العالم يعني حتى مع المنتخب الفرنسي، ولكن دائما متواجد حقيقه، ما خداش النجمه الثانيه، ولكن تونس كما احنا نقولوا دائما كي نلعبوا ضد تونس نقولوا دائما دومينيهم، بصح في الاخير دائما هما اللي يربحوا. والسؤال الاهم يعني في كل هذا، يعني منتخبات شمال افريقيا متى سيعني ستستطيع الظفر باللقب بعيدا عن شمال افريقيا، يعني خاصه يعني صعوبات دائما. الاخت خديجه يعني البلد الوحيد اللي فاز في افريقيا بكؤوس افريقيا هو مصر في انغولا، يعني ما لازمش نخبيه يعني الشمس بالغربال، الفريق الوحيد العربي اللي فاز في افريقيا. الفرق الاخرى احنا والمغرب وتونس ان شاء الله تكون عندنا الحظ باش نفوزوا في ادغال افريقيا، لان كما قلتي مقبل يعني هناك صعوبات كثيره يعني في افريقيا. عزدين والله متى سنشاهد يعني انا هذا الدوره تخيل انه النهائي يكون ما بين الجزائر والمغرب، على باليش على، لكن تخيلت هذا الشيء وتخيلت ايضا الجزائر راح تفوز بكاس افريقيا هذا الموسم ان شاء الله. نبقى مع المنتخب الجزائري، يعني المنتخب الجزائري مؤخرا يعني عاد بقوه تشكيله ثريه. اليوم بالنظر لظروف المنافسه وامكانيات المنتخب، هل يمكن
اعتبار يعني قال لك انه مرشح حكيم مدان، هل يمكن اعتبار ولا هل انت شخصية تعتبر يعني المنتخب الجزائري كابرز المرشحين لتتويج بلقب هذه النسخه؟ انا كجزائري نظن باللي نتكلم بالعاطفه، نظن باللي المنتخب الجزائري عنده حظوظ كبيره، لان عندنا فريق ممكن يمشي للجوسكوبو، ولكن يعني ان شاء الله يكونوا يعني يكون شويه معنا حظ، لان في المنافسه كما هذه لازم يكون عندك الحظ. ان شاء الله يكون عندنا الحظ اللي ياخذنا باش نروحوا ناخذوا نجيبوا النجمه الثالثه ان شاء الله. أكيد إن شاء ولكن الله. تكون صعيبه. نعم، سنواصل الحديث عن المنتخب الجزائري، لكن قبل ذلك نقف عند تصريح رئيس الكاف باتريس موتسيبي اليوم على هامش ندوة صحفيه عقدها قبل ساعات قليله عن حفل الافتتاح او الانطلاقه الرسميه لبطوله امم افريقيا. نقف عند هذا التصريح لباتريس موتسيبي رئيس الكاف ثم نعود. Ensure that the Algerian football recognizes its full potential. أنا متأكد بأن الجزائر لديها تاريخ كروي مشرف. أنا فخور بالشعب الجزائري وتاريخ الكرة الجزائرية، وسأقول نفس الكلام على باقي المنتخبات. مستقبل كرة القدم بين أيدينا، علينا الاعتراف بفشلنا ونقاط ضعفنا، وعلينا محاولة تصحيحها وتحسينها، لأنه في بعض الأحيان تأخذ وقتا. هناك أشياء يجب علينا فعلها، يجب أن نكون أكثر تفاؤل. Is to be significantly more positive and more optimistic. إذن كان تصريح رئيس الكاف باتريس موتسيبي على هامش الندوة الصحفية التي عقدها اليوم قبل انطلاق الرسمي لكأس أمم إفريقيا، يعني أشاد بكرة القدم الجزائرية. حكيم الدان، ربما تعليق حول تصريح رئيس الكاف. يعني تصريح هو دائما لما يجي يصرح، لما يعني يسألوا على بلد يشكر البلد، يعني لو طلبوا له على تونس كان يقول يعني نفس الكلام. هذا الشيء يعني عودنا به رئيس الكاف. عز الدين، والله انا ما نقولش انه كان حيادي يعني معنا، لكن نعم. والله مجامله باش ممكن انه يصلح الصوره في نظر الجزائري من جانب الكاف. احنا نعرفوا الكواليس، نعرفوا الكواليس، ان شاء الله خير، هذا واش نتمنى. نعم. اذا نواصل مع الاخبار واخبار المنتخب الجزائري. اذا اخفاقين يعني متتاليين ربما بين قوسين للمنتخب الجزائري، او دعنا نتحدث اكثر عن خيبه الكاميرون. كيف ستتوقع اليوم دخول المنتخب الجزائري، خاصه انه تربص ناجح يعني في طوغو وفوزين مهمين على طوغو وبوروندي؟ لا بالطبع، يعني نظن بلي الفريق راه محضر، يعني قام تحضيرات في طوغو يعني في لومي، مقابلتين يعني فوزين، كل هذه الاشياء ايجابيه، يعني نقدر نقولوا بلي المنتخب موجود يعني في دون اون بون ديناميك، يعني اون بون ديناميك. نظن بلي المقابله الاولى ضد انغولا هي اللي راح تكون يعني مفتاح ان شاء الله، يعني تكون دوره ان شاء الله ناجحه للمنتخب الجزائري تاعنا. عز الدين دوخة، تغييرات عديده في تشكيله او تعداد المنتخب الجزائري بقياده جمال بالماضي، هناك اسماء جديده، يعني اليوم هل تتوقع بهذه الاسماء انه درجه الانسجام ستكون كافيه في تعداد المنتخب من اجل المنافسه على اللقب؟ لكن شوفي، فيه مزيج ما بين اللاعبين الشباب اللي عندهم طموح لبلوغ النهائي ولتحقيق النجمه الثالثه، وفي ايضا اللاعبين اللي كانوا متواجدين في المنتخب في 2019 ايضا. هذا المزيج ما بين اللاعبين الشبان واللاعبين القدامى راح يعطون اضافه كبيره للمنتخب، خاصه بعد رجوع مبولحي وبليلي للفريق، اكيد راح يقدموا اضافه. فيما يخص ايضا المدرب، يعرف يعني قيمه كل لاعب، يعرف ايضا مستوى كل لاعب، فاكيد يبقى فقط كيف راح يدخل اول مباراه اللي قلنا دائما هي المهمه في المجموعه، ومفتاح اللي تقدر تروح به بعيد في المنافسه الافريقيه مثل هذه. بالحديث عن يعني التشكيله، يعني شهدنا تربص ناجح وشهدنا مباريات طوغو وبوروندي، هل يعني عندما نشوفوا هذه المباراتين هل اتضحت؟ نعم، احنا ما شاهدناهاش يعني، صحيح ما شاهدناهاش النتيجه ولا شاهدناها. النتيجه تعطينا نتيجه، احنا
النتيجة العريضة في محلها ما شاهدناش. هل اتضحت يعني شاهدنا ولو التشكيلتين، هل اتضحت بدأت تتضح يعني ملامح تشكيلة من خلال المباراتين الوديتين؟ لا، الشيء المهم قالوا عز الدين، يعني كاين لي زونسيان، يعني كاين لاعبين قدامى اللي داروا كاس افريقيا 2019، وكاين لاعبين شبان اللي راح يجيبوا يعني الحيويه وراح يجيبوا لينيرجي في هذه الدوره. نظن لو نبداو المنافسه بنتائج ايجابيه نظن نقدروا نروحوا يعني في ابعد وقت في هذه الدوره، ولكن يعني راح تكون صعيبه، لان كما قلنا تكلمنا من قبيلات افريقيا مش سهل، يعني انا لعبت عده كؤوس افريقيه، نظن باللي المناخ والملاعب، يعني رغم ان الملاعب هنا في كوت ديفوار هي بجوده عاليه وسي دي بون بيلوز، نظن باللي ان شاء الله يكون فيها خير. لا، حكيم التشكيله الاساسيه في ذهن المدرب، تكون في ذهنه قبل هذه المباراه. سمعت توقعاتهم يعني هو شوفي قبل هذه المباراتين الوديتين اكيد التشكيله قبلها تشكيله اللي تخوض اول مباراه في راسه، فقط ممكن مبارتين وديتين مع ناديين مع منتخبين عفوا اللي ممكن اقل مستوى منا، لكسب الثقه اكثر، تسجيل اهداف، ممكن المدرب لازم يعرف الخطه اللي راح يدخل بها، اما اللاعبين ففي ذهنه اللي راح يبداوا التشكيله اكيد. اذا بالحديث عن عندنا في ذهننا يعني الاغلبيه، يعني نقدروا نقولوا يعني الاغلبيه تاع اللاعبين راح يلعبوا اول مباراه نعرفوها، ولكن نحتفظوا اكيد تحفظوا اكيد اكيد باش ما يشوفوناش المنافسين، يعني باش ما يعرفوش التشكيله. اذا بالحديث تخبي يعني في الكره الحديثه حقيقه الاخت خديجه، يعني كل شيء ولا يعني باين، يعني التكنولوجيا تقولي باللي رياض محرز الناس كامل يشوفوه على باله وقت اللي يدير الكونترول اش راح يدير، يعني ولا ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو، الان الكره الحديثه يعني كل شيء مفتوح، كل شيء راه مفتوح اكيد. وللحديث عن مستجدات المنتخب الجزائري نتجه الى مدينه بواكي الايفواريه، اين يتواجد على المباشر معنا الزميل ياسين قانم موفد قناه الجزائر الدوليه. اهلا بك ياسين، ما هي اخر المستجدات التي تخص يعني تحضيرات المنتخب الجزائري قبل اول خرجه افريقيه ضد انغولا؟ مساء الخير خديجه، مساء الخير لضيوفك الكرام. يبدو انني ساسير ايضا بعقليه دوخه ولنكشف عن المستجدات هنا ايضا حتى لا تعرف المنتخبات المنافسه للمنتخب الجزائري. طيب كيف كانت يعني اخر حصه، يعني كنت اكيد حاضر في اخر حصه يعني اجراها المنتخب الجزائري، يعني نصر انك تعطينا ولو بعض المستجدات لجمهور قناه الجزائر الدوليه. نعم، المنتخب الجزائري كان قد اجرى اليوم حصه تدريبيه هي ثانيه. جمال بالماضي اراد ان تكون هذه الحصه يعني بعيدا عن انظار الصحافه، اليوم ركز الناخب الوطني عن العمل التقني اكثر منه العمل البدني، وهو يدرك جيدا ان 48 ساعه فقط المتبقيه، يعني خلص العمل البدني كان قد اجري في مدينه طوغو، الان التركيز كل التركيز على ايجاد التوليفه اللازمه ان شاء الله لمواجهة الاثنين المقبل أمام أنغولا. المهم المعنويات مرتفعة والكل جاهز من أجل تحقيق أول فوز، والفوز الأول من دون شك سيفتح الطريق أمام الخضر للمرور إلى الدور الثاني ومواصلة نهج الفوز إن شاء الله. خديجة ياسين قالم شكرا جزيلا لك موفد قناة الجزائر الدولية، وتصبح على خير يعني إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. إذن نعود ربما إلى اختيار الطوغو وبوراندي كمباراتين أو كمنافسين في المباريات الودية، يعني اختيار يعني موفق عز الدين دوخة. أكيد نرجع لياسين، أعطانا تفاؤل بكلامه بالابتسامة تاعه، إن شاء الله يكون فيها الخير يا رب. إن شاء الله. فيما يخص المنتخبين هذو كما سبق وقلت انه اختيار الطوغو كبلد لتربص ومعسكر المنتخب اختيار جيد، لانه تقريبا المناخ يتشابه مع كوت ديفوار، هذه اولا. ثانيا اختيار منتخبين ممكن اقل مستوى من المنتخب الجزائري لاعطاء ثقه لتسجيل اهداف، يعني الوقوف على امكانيه كل لاعب ايضا
تحسب للناخب الوطني. أظن أيضا الاتحاد الجزائري ما بخلتش بإمكانيات وفرتها للمنتخب يعني قبل وأثناء وحتى يعني في كوت ديفوار، كل الظروف مواتية مع المنتخب إلا تركيز وتركيز ثم تركيز للنجمة الثالثة بإذن الله. أنا ندلهم في الضغط إذا هم يشوفوا، يومك متفائل لكن ضغط جداً. إيجابي ضغط إيجابي. هل هناك ضغط إيجابي يعني في عندما نلعبوا أول مقابلة ولا قبل أول مقابلة يعني في كأس أمم إفريقيا، هل يكون ضغط إيجابي أو ضغط سلبي عادة؟ لا، هو ضغط إيجابي. نظن ملي المنتخب يعني واللاعبين والناخب الوطني على باله أهمية المقابلة الأولى. لما شفتي في النسخة الأخيرة في الكاميرون لما ما فزناش في المقابلة الأولى، شفت يعني شفنا كسرت المعنويات، شفنا الصعوبات اللي جاتنا من بعد. لأن أنا يعني بتجربتي صغيرة نظن باللي في منافسة في دورة مثل هذه المقابلة الأولى هي مفتاح الدورة كاملة. لأن لما تفوز خاصة في هذا البرنامج، لما تفوز بمقابلة يعني عندك 90% حظوظ باش تجوز للدور الثاني، وهذا هو المهم. كنت حاضر في 2019، يعني تبقى كأس أمم إفريقيا يعني 2019 اللي توج بها المنتخب الجزائري وآخر لقب المنتخب الجزائري يعني معيار. في 2019 يعني كيف كان التحضير يعني أو كيف يكون عادة التحضير الذهني خاصة لأول مقابلة في كأس أمم إفريقيا؟ والله الذهني، شوفي احنا كان قدوم الناخب الوطني جبل الماضي كان يعني تقريبا ما عندوش بزاف من اللي جال المنتخب. نظن أول اجتماع مع الناخب الوطني كان تكلم يعني معنا احنا كلاعبين، كان قال أنه ولا لاعب ينادي لي بالكوتش ولا شيخ ولا على طول جمال. نظن هنا أنه يعني كسر حاجز اللي كان موجود ما بين اللاعب والمدرب، فصار اللاعبين يعني بمثابة الأخ الأكبر لنا جمال بالماضي. صار أيضا يعني حتى في يعني تقسيمه في التدريبات يلعب معنا وما يبغيش يخسر. لما تشوف أنه مدربك ما يبغيش يخسر في التدريبات تفهم أنه في المباريات لازم تفوز بالمباراة، ما عندك أدنى شك. حتى لما كنا نقوم باجتماعات وكان معنا سي حكيم الدان أيضا، يعني كنا نسير أطوار كأس إفريقيا مباراة بمباراة. نقول لك صراحة أنه ما كانتش من بين الأهداف الرئيسية، كنا نحاول أن نوصل المربع الذهبي إلا في رمشة عين، وكانت الكأس يعني في الطاولة وتناولوا العشاء مع بعض في آخر يوم قضينا في مصر. كانت الفرجة، وكأس إفريقيا عندها طعم آخر خاصة لما تفوز به خارج الجزائر ومن مصر وخاصة في مصر. يعني خاصة في مصر. هل كنت حكيم الدان كان مسير سابق يعني كمانجر يعني في المنتخب الجزائري، هل كنت يعني هل كان هدف مسطر أنه المنتخب الجزائري لازم يكون مرشح ولا لازم يتوج بلقب نسخة مصر؟ نظن بلي ما كانش الضغط يعني على الفريق باش يفوز درجة بدرجة يعني. كانت درجة بدرجة، ولكن يعني الشيء الأهم هو التحضير، لأن الفريق يعني دار تحضيرات من المستوى العالي، لأن كان الوقت وخاصة كانت في نهاية السنة، سيتي لا فين دو سيزون، ماشي مثل يعني مشكل هذا في نفس العام، يعني نفس العام تلعب كأس إفريقيا. ونظن كما قال عز الدين يعني كنا الدور الأول ثم كانت مباراة بمباراة، والحمد لله بعد الفوز على كوت ديفوار خاصة بدأت تتضح الأمور بدأت تتضح الأمور، ولكن يعني كانت أشياء يعني كانت فرحة ما نقدروش نتصوروا، يعني وخاصة كي كان في بلد عربي في مصر، وين كان يعني نشكروا يعني المسؤولين المصريين يعني وضعوا لنا يعني كل إمكانيات يعني ساعدونا الحقيقة باش سهلوا لنا الأمور باش عدنا للجزائر بالكاس، وهذا يعني فخر لنا. نتمنى أن نعيش يعني لحظات مماثلة وفرحة مماثلة أيضا في كوت ديفوار. يعني عندما نتحدث عن المنتخب الجزائري هناك اسمين يعني من بين الأسماء التي ينتظر أن تتألق في هذه النسخة الحالية، الحديث هنا عن بول. اسم الأول هو عمورة، هو اسم يعني اسم من المنتظر أنه يتوقع ويقدم دورة كبيرة، وشايك في هذا اللاعب عز الدين دوخ؟ والله شوف أنا كنت تكلمت عليه من قبل، أول مرة كان استدعي المنتخب سجل فيه هدف كنت تكلمت عليه وقلت أنه نعيد كلامي، يوم تكلمت عليه كان صغير في السن، كنت نقول أنه ما لازمش نضخمه لاعب يلعب في أول مباراة، لكن
بعدها ما برز وبرهن على امكانياته، يعني تقريبا في كل مباراه يسجل معدل في كل مباراه مع المنتخب ولا حتى مع ناديه تقريبا بمعدل هدف ونصف في كل مباراه. هذا شيء ايجابي انه لاعب في صغر سنه 22 سنه فقط يقوم بالعمل اللي يقوم به. اتمنى ان شاء الله يكمل على نفس الوتيره مع المدرب الجزائري ومع النصائح اللي قدموا له اغلب اللاعبين اللي موجودين في المنتخب على غرام محرز ولا بونجاح بالليلي سليماني، اكيد راح يتطور امكانيات كبيره. نتوقع انه يكون نجم من بين النجوم في هذه الدوره. النجم الثاني هو وما لازمش نضربه بعين، اكيد هناك اسم اخر نحاولوا ما نضربوش ايضا بعين، هو فارس شايبي ايضا بين الاسماء يعني اللي تقدم وينتظر منها انه تقدم مستويات. تتوقع انه يكون عند حسن تطلعات يعني اللاعبين اللي راكي تذكري يعني مختلفين، لان اكيد لاعب عموره كما قال عز الدين شاب وكلنا يعني سيكم سي يعني مثل اخ صغير او ابن يعني الناس كامل عنده، ولكن شعيبي يعني لاعب كامل يعني 28 سنه يعني الشايبي لاعب نعم مستوى عالي. نظن باللي هو اساسي بدون اي اشكال، ونظن باللي لاعب اللي راح ننتظر منه الكثير الكثير لانه عنده امكانيات كبيره. اسماء اخرى عز الدين دوخه تتوقع ان يعني والله مش بالضروره تكون اسماء جزائريه، اسماء تتوقع انه تالق في هذه النسخه سواء صاعده او نجوم يعني معروفه؟ شوفي والله نتكلم على ايت نوري لانه 22 سنه وحتى شعيب ايضا 22 سنه. هذ اللاعبين في صغر سنهم يعني لعبوا اول بطوله افريقيه، اكيد راح يمشوا على خطى اللاعبين اللي كنا في 2019 راح تألقوا كل تألق، خاصه عندهم امكانيات كبيره شفنا حتى في نواديهم يعني يلعبوا بدون ضغط وكانه لاعب عنده تقريبا 25 ولا 26 سنه. اللاعبين نتوقع انه مع جمال الماضي يكونوا في المستوى هذه الدوره. دقيقه في 30 ثانيه يعني وصلنا الى الختام، اسمين تتوقع ان يتألقوا في هذه النسخه قبل الختام؟ انا نظن ساديو ماني ورياض محرز. نتمنى ويكون ايضا رياض محرز ضمن الاسماء، وايضا ساديو ماني وايضا محمد صلاح، وبالتوفيق لكل المنتخب الجزائري وكل المنتخبات العربيه في هذا الحدث الافريقي الكبير. تشرفت اليوم بتواجد حكيم الدان محلل قناه الجزائر الدوليه، نلتقي في عدد قريب ان شاء الله. ان شاء الله. وعز الدين دوخه اكيد تشرفنا بحضورك اليوم ايضا. متشرف لي يا خديجه، شكرا. ان شاء الله نكون قدمنا على الاقل 10% من امكانياتنا للمتفرجين. اكيد شكرا جزيلا. عند الموعد يتجدد ان شاء الله، الموعد يتجدد مع كان 24 غدا مع الزميل خالد معزوزي. الى ذلك الحين شكرا جزيلا على المتابعه، نلتقي في عدد جديد، الى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميديليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس معا نصنع المستقبل.